بيعرف يحب، كتير كتير بيعرف يحب، لهيك غنى للحب وحب التمثيل وحب المسرح وحب الفرح، حب العيلة وحبنا كلياتنا. مبتسم دائما، راقي وهيك له هيبة بطلته. منحبه كلياتنا لأنه ولا مرة يعني هيك شفناه بموقف أو بتصريح صادم للجمهور، كان قريب من الناس، ولما عمل مسرح قدر قرب أكتر وأكتر من همومهم ومن مشاكلهم. صاحب الصوت الدافي وصاحب المشروع الممتد منذ عقود إلى اليوم، نجم السوري حسام تحسين بيك، اللي بدنا نرحب فيه اليوم بسهرتنا من لما التقينا. يا مرحبا يا مرحبا، مساء الورد، وشكرا لحضورك معنا اليوم استاذ. تسلمي، شكرا لك. شكرا لك. قلت عنك كثير بتعرف تحب، بس يعني ما قلت البنات، قلت كثير كثير بتعرف تحب بشكل عام، بس عشت قصة حب هيك كبيرة. نص بنات سوريا كان جعبالهم يكونوا ناتالي وقطعة اخبارة وحدا عم بيعاني وكل هدول القصص. اهلا وسهلا فيك. تسلمي يا رب. اهلا وسهلا بقلبك الدافي يعني يلي قدر يعطي كل هذا الحب. شكرا، ممنون لطفك. تسمح لي نبدا سهرتنا؟ تفضل. يلا. رجل أعمال مثل حكايتي بيطبع بطاقات دوفيزيت باسمه، بوزعها يمين وشمال. اسمع اسمع لما بقول لك بصر، مو يضرب حالة. لك أنا اللي فتحت الورقة ولا أنت؟ يا نجين يا ناطر الفجر، شعلتك ضويتك ضايع. مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك استاذ. وشو هالاناقه بعدين يعني؟ مين اللي اهتم باللوك اليوم؟ لسه في هي التفاصيل مثلا ممكن بتعيشها مع مدام ناتالي اللي بنوجه لها تحيه، مثلا ممكن تهتم لسه بهي التفاصيل تبع بجهز لك ثيابك وبتختار معك شو بدك؟ طبعا تلبس. اكيد يعني هو اي شيء بلبسه بساله. لسه طبعا يعني اذا قالت لي مو حلو قوله واحدا. ما كم بنت صادفتها بحياتك وقالت لك انه هي غيرانه من اغنيه ناتالي؟ هذا زمان، لان الاغنيه صار لها زمان. اللي قالوا لي انه كان يجيني النساء يقولوا نحن جبنا بنت وسميناها ناتالي مشان الاغنيه، قد ما بنحب الاغنيه. فيما بعد وقت قطعنا مرحله يعني صاروا يجوني صبايا يقولوا نحن سموني أهلي ناتالي مشان الأغنية. يعني تمت عايشة الفكرة، عرفتي، من وقت بدأت الأغنية لها اللحظات هي. بيجيني صبايا بيقولوا أنا اسمي ناتالي، أنا سموني على الأغنية. اليوم بس تطلع بمدامتك بعد كم سنة زواج؟ هلا نحن انا نصيبكم بالعين. لا لا يعني نحن في اول شيء حب 7 سنين. ايه بعدين يعني صرنا شيء هلا تقريبا 46 سنه تقريبا ان شاء الله يعني. العمر كله يا رب. ايه ف يعني عمر اليوم بس تطلع فيها بتشوف فيها هي الصبيه ناتالي نفسها اللي حبيتها، ولا الحب استاذ بيتغير بياخذ شكل ثاني مع لا الوقت؟ لا مو بياخذ شكل ثاني، بياخذ زخم أقوى. كان في حب، بعدين صار في أولاد، في حياة، في هموم، في يعني أحزان عشناها سوا، أفراح عشناها، فصار الحب له قيمة تانية ما بيشبه الأولاني. قيمة أكابرية، قيمة إلى معنى كتير حسي، بحيث يعني أي كلمة أي شيء ممكن يبكينا. العمل بالفن مو مشقاته بس تواجد الطويل برا البيت، ولا يعني الانقطاع عن العيلة،
مشكلة هاي المهنة انه انت بصير عندك عائلة تانية لمدة 3 أو 4 شهور مجبر، يعني بدون ما انت تقرر، انت بتصير تقعد مع ناس لمدة ساعات، بتصير النكتة انت بتتشارك معهم، ولحظة التصوير القاسية كتير، لانه التمثيل تصنف من أصعب المهن بالعالم بعد عمال المناجم. نعم. يعني هالقد هو مهنة صعبة، وغير أنك أنت بتعيش حياة شخصية غيرك، يعني بتعيش حياة الشخوص اللي أنت بتمثلها، فبالتالي مزاجك وأحاسيسك وهيك بتطوع. يعني أنت بيوم عيد ميلاد عندكم بالبيت بجوز أنت تكون عامل مشهد جنازة وبكيان كل اليوم. كل هذا الاختلاط قديش بيأثر على الحياة الاجتماعية وعلى الحياة الأسرية؟ أبداً. أنا لازم تاخذ جائزة عليها هي. إذا عن جد ما مجرد ما أدخل بيتي انتهى الكلام تماماً، يعني شغلي في مكان وبيتي في مكان، متى ما دخلت بيتي ما بقى له علاقة شغل، حتى لو كنت أنا منهك متعب ما بصير هذا، يعني ما بصير أصولاً ما بصير يأثر على بيتي. فأنا بالنسبة لي الحكاية مفصولة تماما، يعني وبيقولوا لك يعني ممكن يقولوا في ناس إنه لسه منعيش الشخصية ومنجي حاملين الشخصية على البيت، أنا هذا الكلام ما عندي أبدا. صحيح ممكن إجي تعبان إجي، لكن هداك شق لوحده، فتت لبيتي برجع حسام يلي نتالي بتحبه وهو بيحبها كثير ويلي ناطرتني حتى لو كان ساعة 3 بالليل تبقى ناطرتني. فهل يعقل انه انا اجي واعكس هموم شغلي على بيتي؟ مستحيل. لشاب جديد مبلش هلأ احلامه بالفن، يعني بيكون مثلا ناطر بيقول بركي اذا اخذت فرصة بطولة بعمل بركي انا خلص بنجم وباخد حقي، بركي إذا مرق الزمن بالتقادم، يعني لأنه السنين أكيد الوقت ما أنه مجاني، يعني وسنين الخبرة والعمل والتراكم هي إلى قيمتها. يعني بالفن أنت عندك التاريخ، يعني عندك الوقت إن شاء الله العمر الطويل لحضرتك، يعني اللي عملته أخذت بطولات، جربت تغني، جربت تكتب، عملت أقصى ما استطعت يعني لتكون انصفت بهي المهنة. أنت اليوم بس تطلع هيك على مسيرتك تقول أنا آخذ حقي، ولا بتقول أنه أنا انظلمت بمطرح معين؟ لا هقول لك، أنا جيت صدفة. في فرق بين إنسان دارس وكل همومه أنه يصل للنجومية يصل، لا لا لا، أنا جيت صدفة وتدرجت بشكل كتير بسيط. يعني بلشت أنا رقص فنون شعبية، بعدين صرت مدرب فنون شعبية، بعدين سيطرت بالفنون الشعبية، سيطرت تماما. كان في مؤسسة سينما يبعثوا لي خبر مما كان، فكان شيء تدريجي. فأنا لما كتبت مثلا ولحنت مشان خدم شغلي، ما رحت لمطرب قل له تعخد أو لا 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 أبدا، كان للشغل بس. كان لما يسمعوا مثلا المطربين او يعني المغنين خلينا نقول، كانوا هنا يجي يطلبوا هالاغنيه هي يسمعوها، بس انا اكون عاملها لشغلي انا. قضيت ينصفني، انا عملت اعمال هامه جدا جدا، بس مع كل اسف يعني اندثرت. يعني على سبيل المثال أنا عامل سنة 70 عمل بانتومايم مدته نص ساعة بيحكي القضية الفلسطينية من 48 لل 67، وتصور فيلم 16 ميلي عرضنا على مسرح المعرض. فأثناء البروفات كانت موجودة الفرقة الروسية، فرقة بولشوي. فمدير فرقة بولشوي سأل إنه مين مسؤول، فالله يرحمه كان المسؤول عن المنوعات هو الأستاذ خلدون المارح. فأجا قال له مدربكم منين؟ قال له من سوريا من هون. قال له ما عندكم هذا الفن، وينه؟ جابني وجاب مترجم. وكتير
يعني حكاني كلام أكبر من حجمي، وقدم لي نصيحة وقتها سياسية صغيرة يعني اللي العمل رائع من شو هو بانتوماين. يعني الأصل هون بقدر أقول أنا ما أنصفت. ليه؟ مت يعني هيك عمل ما لازم يموت. شو المعيار اللي بعد ما قدمنا بالمعرض راح اختفى العمل؟ شو المعيار اللي بيخلي منجز فني ما يموت؟ هو تكراره، دائما التذكير فيه. يعني في أعمال كتير بتنعمل ذات قيمة، يعني على سبيل المثال من شي 3 سنين أنا قدمت على مسرح دار الأوبرا عمل اسمه فن سوري، قدمت 11 أغنية مو لنغني، كل أغنية وين تتغنى وليش تغنيت، أغاني جديدة وأنا غنيت منهم أغنية. يعني بعد ما خلصنا نعمل له يعني إعلاميا شوي نقاشات إعلاميا إيه، بس وينه هلا؟ يعني اشتهيت شوف على الشاشة مرة أغنية من الأغاني هذول. بس أنت عندك السلطة الرمزية يعني كفنان أنك اليوم تطالب بحقك، بتحس أنه هذا شيء ضعف للفنان أنه يطالب بحقه؟ أصلا الحياة بتعطي الفرص إذا ما تطالب فيها؟ والله ما لا يعني ما نحكي واقع، خلينا ما ننتخب وراء أصبعتنا. لو طالبتي ما بتاخذي نتيجة، وتعودوا أنه يمكن يأخذوا الأعمال ويحطوها على الرف، بيعيش العمل شوي وبعدين يعني وين بيختفي ما بعرف. ويمكن إذا سألتي بالأرشيف في كتير بالأرشيف يقولك ما بنعرف عنه شيء. السير البياني أو الخط البياني لمسيرتك المهنية كان تصاعدي تراكمي، بمعنى نجاح انبنى عليه نجاح انبنى عليه نجاح، أم بتحس أنه في هيك فكرة سائدة أنه بس واحد يعمل شيء كتير مهم بيتحارب أم بيقعدله سنة بالبيت مثلا؟ لا ما صار أنا معي ولا توقفت، وأنا كنت أشتغل يمكن من 24 ساعة 18 ساعة، لأنه أنا ما كنت أشتغل بس بالرأس تمثيل ورأس والكتابة والألحان، فكان شغلي موزع يعني. لا ومشيت بشكل تدريجي، ما حدا اليوم بيقدر يحارب حدا. الشيء الجميل بيفرض نفسه، ما بتخبى يعني، ما حدا بيقدر يحارب حدا ولا حدا بيقدر ياخذ محل حدا، ما حدا بيقدر ياخذ محل حدا، كل واحد يعني. فأنا مشيت بشكل تلقائي كتير وبسيط كتير وبشكل تصاعدي يعني. بس اقدر اقول لك انه كيف انا وصلت لهم بعرف؟ لا ما بعرف. نحن بالبرنامج ما منشوف مواد فيديو على الشاشة، بس استثناء في هذه الحلقة تسمح لي أنا وحضرتك نشوف هذا المشهد؟ شكرا لك، تفضل. أستاذ أنور، شكوى المواطنة عن انقطاع التيار. إن التيار المعادي لأمتنا لن يمنعنا من الوقوف بحزم إلى جانب حركات التحرر بالعالم أجمع، مهما بلغ أمبراج التيارات المتصارعة على الساحة العربية. أنت بأي قسم تشتغل؟ أنا بشتغل على البطارية. بس ما شاء الله تصريحاتك ترفعت. شو صار؟ قولي كم تكت؟ لك أتوقع مو أنتو هالإذاعة. الله يرحمه. أستاذ يعني كنا عم نحكي عن فكرة إنه شو المعيار اللي بيخلي شيء يعني يكون هيك يعني موجود وحي وممتد، كيف قدرتوا تخلوا المسرح بفترة حي إلى هذه الدرجة وقريب من الناس إلى هذه الدرجة ولليوم موجود؟ يعني لليوم نشوف شباب صغار، أنا بشوف مثلا على فيسبوك على يوتيوب مقاطع من كل المسرحيات يلي اشتغلتوها بهداك الوقت واقتباسات من جمل انقالت، هل قد بسيطة وهل قد بتشبه هلا؟ يعني هلا لحالك، أول شيء المسرحيات هن أصبحوا تاريخ، ولأنه هن ذو قيمة يعني بالنص والمعالجة، فقدروا يتوصلوا للناس لسبب
هني كانوا عالجوا قضايا موجودة. ويمكن الله يرحمه الأستاذ محمد ماغوط يعني كان يستقرئ المستقبل. فهلأ في ناس بيجوا بيقولونا هلأ عم نشوف المسرحية والله كانكن عاملينها هلأ. فهي كانت عم تحاكي زمن قادم حالي وقادم ولا نزال يعني على نفس الحالة. فهني أصبحوا تاريخ. وأكبر دليل على هالشي هلأ بالمناسبات الأعياد من شو كل الدول العربية بيحطوا هدول المسرحيات. هدول لن يموتوا. هدول لأنه صادقين وعم يعالجوا قضايا عربية يعني موجودة وواقعية. يعني عم يحاكوا الناس جمهورنا كنا نحاكي بصدق. مش تعمل مسرح؟ لا والله صار صعب يعني صعب مو صعب المسرح. صعب انت تجي مردود المسرح هلا بدنا نحكي الواقع. هذا زمن مادة مردود المسرح قليل. ما في ممثل يتفرغ هلا يعني مثلا 3 اشهر ليعمل بروفات مسرح ليعرض والمردود حيكون قليل. نحن بصراحة بهذاك الوقت كان كمان مردود قليل يعني. لكن اللي كان يعوضنا هو السفر. مدخول السفر هو اللي يعوض. فهلأ صعب ينعمل مسرح. هلأ ما فينا نسافر أصلاً لمطرح. بس فينا أنا وياك نسافر لأغنية. لأنه أنا بس بحس يعني بس نسمع أغاني أو نقرأ كتب أو نحضر في لحظة الروح بتسافر وبتروح لشي مطرحية جعبالة تروحوا. رح نسمع أغنية الأولى بحلقتنا لليوم مع فرقتنا الموسيقية ونشوف مايا شو محضرت لنا. خلقت صوتي ويدك صورت
تستمع شهوة بدنا نشكر مايا زين الدين وأكيد فرقتنا الموسيقية الغالية اللي هن جزء من عائلة لما التقينا، وبدنا نشكر أكيد معهد العالي للموسيقى على هاي الأصوات يلي عم يحتضنا ليسقلها أكاديميا، ومايا واحدة من هدول الطلاب اللي نحن تشرفنا بوجودهم معنا بسهرتنا بلما التقينا. لمين بتسمع أستاذ من الجيل الجديد؟ هلا كثير اسماء ماني حافظ، لكن بالشكل العام يعني بسمع، وكل شخص عم يغني له لون وله حضور معين وله طعمه خاصه يعني. بس ما في شيء لك انه شيء معين لسبب، يعني انا زلمه كبير بالسن عادي قديه يعني؟ أنا قطعت ميال الأربعين؟ إيه قطعت الأربعين؟ لا أنا عمري 80 إن شاء الله العمر كله إن شاء الله بتستمي. فأنا متعلق يعني بالشيء القديم، إن كان على صعيد الغناء ولا على صعيد الديكور البيوت، يعني بحب البيوت القديمة العربية. ستايل بيتكم هيك فينتج يعني، أكتر أخذ طابع هيك كلاس كلاسيك شوي يعني. حتى يعني لا انا يعني المتشرب القديم، لذلك اللي عندي السقف مثلا بتشوف فيه خشب، يعني ما قدرت اطلع من توبي مثل ما بيقولوا. فانا مثل ما قلت بنرجع انه بسمع موسيقى لكن متعلق يعني بالاشياء القديمه. مين من الجيل القديم بتسمع بتفيق وبتحط شيء بتسمعه عندك؟ عبد الوهاب لكارم محمود لمحمد انديل، يعني في اسماء
أصوات لن تتكرر. يعني حتى يعني السيد مكاوي رغم أن صوته يعني هو يعتبر متواضع بين الأصوات، إنما مقدم أشياء جميلة كثير. فبسمع له مثل ما قلت لك عبد الوهاب، فريد الأطرش، أم كلثوم، فيروز، مثل ما قلت لك في محمد أنديل، بجوز أذكر أسماء ما تعرف الناس، كارم محمود، مثل ما قلت لك يعني عبد الحليم، يعني شيء القديم. أستاذ، كم ولد وحفيد عندك؟ هلا عندي حسام ابنه الأركان، وفي عندي لمارة بنت لنادين، وفي عندي بنتي آنيا، أنا ما حدا بيعرفها يعني، عندي شابين الله يسلمون، أنس وجاد. الله يحفظهم يا رب. إن شاء الله بتسلمي. فأني أربع أحفاد يعني. أربع أحفاد. نعم. وهيك بتكوشوا حواليك إيه. وهلأ حاليا هن كلنا سوا، نحن أنا عايش أنا وولادي يعني، بس باستثناء بنتي آنيا هي مقيمة مسافرة بالكويت، بس بتجي بتقعد بالسنة بالصيف. بتجي مرتين بالصيفية كاملة، وبتجي هلأ موجودة برأس السنة يعني، والميلاد بتبقى موجودة. كيف علاقتك يعني بالأحفاد؟ هيك جد نزق أنت تبع خلص الضوج ولا تكسروا هيك؟ أحيانا بيتكون كتير فيه تحف. أحيانا إذا كان الواحد عنده شغلة عم بيركز على شيء بيضوجوني، بس هو بلاعبون أنا وبحبهم كتير. بتخبوا وراك إذا كان في عقوبة؟ بتدلعنوا إيه. لا والله هلأ هن ما عندهم عقوبة يعني، هن مدللين تقريبا يعني، بس بشكل عام علاقتي فيهم كتير كتير حميمية يعني. فإذا عم يرسموا بيأرجوني صغار إن كتير، إذا عم أي شيء بيشتغلوا بالمعجون بكذا بيجوا بيأرجوني يعني، في علاقة بينه وبينهم جيدة. بوقت من الأوقات يعني ما بتكون الحياة عم تعطي فرصة للأب يعيش تفاصيل مع أولاده، زحمة الشغل وزحمة الحياة، بيرجع الشخص بيعيش هاي التفاصيل مع أحفاده، بيرجع بيشوف أولاده كأنه يعني عم يرجع يعيد مرحلة معاهم. طبعا هلأ هي يعني بالنسبة لي مثلا أنا بقدر أعتبرها هلأ مرحلة هدوء. أنا أصلا ما بقيت فوت بأي عمل طويل، بشتغل شغلات صغيرة، فأنا بعتبرها بالنسبة لي مرحلة هدوء. فمتواجد أنا وياهم بالبيت يعني، فمثل ما قلت لك يعني هن البهجة، هن السرور، هن الفرحة بالبيت، لذلك في هنا. أنا الحمد لله بفضل رب العالمين ببيتي في هنا كتير. إن شاء الله يا رب على طول بيكون الهنا مسور هيك حياتكم وموجود بكل تفصيل ببيتكم. كيف ذاكرتك؟ والله هلا بقول لك إنه ذاكرة جيدة جدا. لا مو من هلا، من وقت ما كنت شاب مبلش عبكير. ايه من وقت ما كنت شاب يعني ما بركز على، ممكن شوف شخص انه بعرفه بالشكل بنسى الاسم. انا الاسماء والارقام بالنسبة لي معدومة. نادين دخلت لعالم الفن وكتير كان يعني بمطارح اكيد صعب، صعب لانه المهنة صعبة، وصعب لانه للأنثى دائما هي المهن الإعلام التمثيل. نعم. دائما تاخد جهد ووقت جربت تنصحها شي مرة أنه لا ما تدخلي لهذا المجال؟ لا لا لا، أنا بالنسبة لأولادي قراراتهم هنا بياخدوها، ممكن اتناقش أنا وياهم نقاش، أما القرار عندهم يعني. نادين أصلا مثل ما أنا جيت صدفة هي اجت صدفة. نادين عبارة عن بنت سجلت أدب فرنسي وعم تقلي إنه داي أخلي، وعنا عمل نحنا مع الأستاذ الله يعافي أستاذ هشام شربتجي. فعندي يعني عنده في واحد مغترب جاي هو وبنته، ففجيت 18 مشهد قلت له تسلي، أي يوم تقلي إيه يوم تقلي لا. بعدين طلعت معي على، بتطلع معي على الاستوديو بالسيارة بتنزل. بعد منا بيقول لي الأستاذ هشام إنه هاي ذهب بس عليه غبرة، بده مين يمسح. هي عن جد هيك يعني. هي عن جد ذهب. وريتها لنادين الصوت الحلو
هي مش عندها مشكلة، هي بتغني، بتغني وبتكتب وبتلحن وبتلحن وبتمثل وقادرة على الكتابة. أنا قاري لها شيء يخص نصوص يعني، بس ما بتكفي، عندها مشكلة مثلي. هي بتشبهني كتير، ما في طموح، كسولة، ما في طموح، ما في طموح. أنا ما عندي أنت طموح. ما عندك أبداً. طموح أبداً. ولا مرة كان أبداً. عندك طموح. أنا ما هذا شيء كتير اعتراف خطير. أبدا ما عندي طموح. أنا إذا ارتبطت بالمهنة ارتبطت بالمهنة ماديا. أنا وقت حبيت زوجتي بدي أعمل بيت، فما عم فكر لا بشهرة ولا أبدا، اشتغل بس عم فكر بالمادة مشان أعمل بيت. ما بتخاف بعد هذا التصريح ناس هيك بحبوك وبشوفوك هيك يعني ايدل لإلهم هيك مثلا او نموذج، يعني ما بتخاف انه ناس تنتقدك على هذا التصريح؟ نحن ما رح ننجو. إلهم حق اذا ما ناسبهم هذا، إلهم حق ينتقدوني، بس اكيد انا بحبوني لانه انا بحب الناس كلها، وبالشارع بتصور مع الناس كلها صغير انت مو بس عم تصرح عنك، عم تصرح عن نادين كمان انه ما عندها طموح. نادين ما عندها. طب بدي اسال نادين، بقول لها خليني اسجل لك اغنيه. ايه؟ عملت لها شغله حلوه يعني. ايه انا بشوفها بتخجل او يعني متردده، ما بشوف ما عندها طموح. بس انا حابه اسالها. إيه نادين؟ ايه عم تسمعيني؟ عم تسمعيني. تعي لحقينا بالاستوديو. لا انا ما عجبني الحكي بخوف على فكرة. انت موافقة على هذا الحكي؟ ما عندك طموح؟ لا والله مالي موافقة. ليكي انا مو قصص عندي طموح، انا بمهنتي عندي طموح كثير كبير، وانا هذا الشيء بعرفه. عندي خوف من اني اتعدى على شيء فعلا ما يكون بيناسبني، تعرفي ليش؟ مو مكاني يعني، فهذا أكيد بيخليني أتردد لأنه هي مو مستحقة أبدا. أنا هذا يعني متأكدة لأنه بعرفك عن قرب. نادين حدا كتير طموح، كتير مكافح، كتير قوي يعني، قوي قصدي قدرانة تتحدى الحياة ومعاركة وتخوضها هيك للماكسيموم. بس أنا بشوف هي حدا متوازن بمطرح، ما بيحب يعني يطلع السلم هيك 20 درجة، ولا عنده وهم بالشهرة ووهم بالمادة. نادين كتير رجليها على الأرض، بس بشوف روحها محلقة بالسماء. اللي عنده طموح قلبي قلبي. اللي عنده طموح بيسجل الأغنية، هو بس متضايق، هو أصله مزنوق. هي هاي النقطة اللي ما عم نوصل لحل أنا وبابا. هو بيشوفه أنه أنا ما عندي طموح، وأنا بشوفه أني أنا ما بيتعدى على شيء. طب طبعا حلو خلاف العائلة، أو ممكن مثلا يكون جعبالي وعندي رغبة أني أنا أعمله، بس الناس ما تقبله، وأنا كثير بخاف من ردة الفعل. إيه بس نادين الناس رح تقبله، لأنه يعني نحن مرة سجلنا حلقة بالميلاد غنت شوي فيها نادين، ما بعرف كم فيو على الفيديو. يعني هي حدا بيقدر إنه يعمل هذا الشيء ويكون كتير قريب من الناس. من فترة صار هون بالتلفزيون، بالحديقة تبع التلفزيون، جابوا يعني فنانين يغنوا مسابقة، هي ضلت للأخير. ايه بعرف، اكبر دليل على انه هي جيدة. فبلا انا عملت شيء بيناسبها، انه خلينا نسجلها، بس مو يعني هي انا ما بديها تعمل مغنية، بس انه لازم تسجلي هالشغلة. هي لا ما بعرف، هي ما رافضة انه قضيت انه ما عندها طموح، بس هذا انا بركز عليه انه لو عندها طموح بتسجلها. شوفي انا بصراحة لكم شغلة، انا بحب مهنة كثير كثير كثير، وهي أكثر شيء يعني لي بالحياة إني أنا أعمله، وما بحس حالي بقدر أعمل أو بعرف أعمل شيء ثاني غير هي، لذلك ما بفكر إني أنا أروح بأي اتجاه آخر. حتى لو كان عندي مثلاً إنه حب لأني أعمل هاي الأشياء، بس لما بدي أظهر للناس بظهر بالشيء اللي أنا بحس إني أنا تقريباً مالي إيدي منه، أو برتاح بوجودي فيه أو إني عم بعمل. نادين شو اللي أخذتيه من حسام تحسين بك بدون ما تقصدي؟ لا واضح في اليوم مشكلة عائلية وواضح. بفهمك. أنا يعني من صغري بابا بيقول لي إنه أنت أكثر واحدة بتشبه،
بحب اكتب، بحب اغني، بحب. انا كنت حتى بالبيت ما بمشي طول الوقت، بكون عم برقص. بحس انه يعني هذا المجال اللي هو له علاقه بالفن، يعني هو اكثر مكان انا بكون مستمتع فيه او بلاقي حالي فيه. لهيك انا اكثر حدا بين اخواتي بيشبه بيشبهوا بتفاصيل حتى بالحياة، يعني بيشبهوا بالطباع. لهيك أنا وياه حتى يعني كثير بيصير في نقاشات وجدالات بيناتنا، لما بنشبه بعض كثير. نادين، حسام تحسين بيك دكتاتور كأب؟ كان وأنا بقدر اليوم بعد ما كبرت صرت أعرف إنه كان معه حق. وبعد ما صار عندك لمارة، أنت لمارة دكتاتورية معاها؟ لا والله، أنا على فكرة يعني ما خرج شكلي إني يكون أم تعرف تضبط ابنه، لأني بنوب يعني شكلها هي عم تربيكم يعني لمارة. بدوب بدوب أنا بتعمل لي حركتين بدوب خلص بينتهى الموضوع، ما بقدر إني سيطر عليها يعني. الله يحفظ لك ياها. الله يسلمك يا رب. نادين، شو بعد هذا الوقت هيك بتشوفي تجربة حسام تحسين بيك؟ هيك بس تصفني بينك وبين حالك، هيك بيجيكي شعور انه هاد ابي؟ هلا هاد ابي الي انا؟ ايه تماما. يعني انا كل ما بفكر وكيف ما بشوف كيف الناس بتحبه، ما بتتخيلي ساعات، مو بس لانه هو ابي، يعني انه انا بشوف حالي فيه، انا بفرح قديش الناس بتحبه، قديش له قيمة عند الناس، قديش هو قريب للناس. هاد ما بتشوفيه عند كثير عالم. في محبة من قلوبهم بتحسي، في محبة بعيونهم انهم عم بيسلموا عليه. بتسعدني، بحس بالأمان انه ابي محبوب لهي الدرجة. حبيبتي. هذا غير الفخر اللي أنا بشعر فيه إني أنا بنتي. فعلاً أنا بحس حالي رب العالمين حاظوظني إني بنت حسام تحسين بيك ونتلي. حقيقة هن كمان محظوظين فيكي. نادين، كلياتنا في شيء هيك جواتنا، مثلا بمرحلة ما منعاتب أهلنا عليه، منقول ما كانوا فهمانيننا صح بهاي المرحلة. قطعتي بهاي المرحلة مع أبوكي لأنك بتشبهي. على فكرة أنا بيكونوا لما بيكون الولد بيشبه الأب، بالعكس بتكون الخلافات نوعا أحد. أنا تماما هيك هي يعني. هي المشكلة كانت بيني وبينه، نحن كثير بنشبه بعض، ولأني بشبهه هو كان يخاف مني كثير أنا وصغير. عرفان شو هذا، شو رح يصير، خاف أطلع بشبهه بكل شيء. فكان يعني كان عندي مشكلة دائما بقصة الضبط اللي هو يعني لا ما بصير تروحي، ما بصير تجي، ما بتطلعي، ما كذا. هي كانت متعبة كثير بالنسبة. تربيتي تربية شرقية؟ هي مو قصة شرقية، هي قصة حدا معارف بالحياة، شايف الناس وبيعرفهم كثير منيح، بيعرف قديش في مخاطر بالمجتمع. فأنا اليوم لما وعيت صرت أعرف تماما أنا أبي كان ليش هيك يعمل معي، وصرت بالعكس يعني زادت محبتي لإله، لأني عرفت إنه هو كان طول الوقت خايف علي كثير. واليوم لما حس إنه أنا عندي قدرة إني أعرف أتصرف، لما أكون محطوطة بموقف أعرف كيف أطلع حالي منه، بعرف كيف أتعاطى مع المجتمع اللي حوالي، صرت شايفته على حقيقته أكثر. بدأ اليوم يتركني على رياحتي، لأنه خلص بالنسبة له مرحلة الخوف قطعت. ندوشة، نحبك كتير كتير. ومبسوطين فيكي وبطموحك. والأغنية سجليها. ايه ان شاء الله ان شاء الله. تسلميلي. وانا بحبك كثير وانبسطت كثير. شكرا على يعني وجودك هيك بجزء من حلقتنا. خليلي يا شكرا كثير لك. انا بحب ضحكتها لنادين، بتضحك بروح حره وهيك بعفويه. هي ضحكتها بريئه. صح، تضحك وضحكتها بريئة، أشياء صغيرة بتضحكها. يعني نادين طيبة كتير
وبخاف عليها لأنه هي طيبة وبتصدق دائما بتصدق كل ما يقال تقريبا أو كل شيء حولها. أنت لا أنت حذر. لا أنا أكلي مليون كم بس بالنتيجة بهلأ يعني على الكبر صرت ما يعني نتيجة شو صار معي صار إلي مواقف شوية يعني. كنت مع نادين أقسى من باقي إخواتها بتربيتك لإله؟ لا 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 أنا كلهم محبة واحدة طبعا. ما عم قول على المحبة عم بحكي يعني الأهل دائما كل ولد بيفرض صيغة تعامل معينة. على نادين باعتبارها يعني صار عندها شغل وبتطلع بخاف عليها. بتعرف شغل الفنانين بيرجعوا بالليل أيام يعني بتأخروا بالتصوير وكذا ففي خوف عليها بالفن. خيارات الفنية بتقول انه هي كانت ادق منك بخيارات بكتير. الفنية بكتير. بكتير هي بتعرف تنقي شغل احسن مني اوعى مني اذكى مني. عم حكيك جد عن جد هيك بتشوف؟ ايه 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 هي اذكى مني وبتعرف تنقي شغلها اكتر ما انا بعرف اوعى مني بالاطلاع الفني هي اوعى مني. شو الشيء اللي كان فيك تعطيه لنادين وما اعطيته اياه؟ ما في شيء يعني لانه انا ما تقصدت اعمل منها فنانه لاعطيها. اجت الحكايه بالصدفه مثل ما انا فتت بالصدفه يعني فتت على الفنون الشعبيه صدفه. كيف صارت الصدفه احكي لنا؟ صدفه انا ماشي بالشارع انا وابن خالتي فكانت لنا قريبه قالت انه عاملين وزارة الثقافة بدهم يعملوا فرقة اسمها مية مدري شو يعني. فنحن بالشارع بالشهادة بالتحديد قال لي تعال نقدم. قلت له شو نقدم؟ قال لي تعال. فتنا لعند بياع طوابع أخذنا ورقتين كتبنا بالشارع ورحنا ازدلينا وين وزارة الثقافة ما بنعرف. الوزارة قالت مو عندي بالمديرية المسارح. قدمنا ويعني ونجحت. على كل حال صدفة سعيدة قلنا. تسلم يا رب. كسبناك أكيد يعني نجم بذاكرنا كلياتنا محفور بذاكرتنا وعندك هي الشعبية كلها وصدفة. منيح ما أنك مخطط للموضوع. لا ما في تخطيط أبدا. ركان تحسين بك. نعم. أيضا دخل إلى عالم الفن وكان له نصيب ولو انه الفكرة السائدة بمجتمعنا انه قد يكون الاب متحيز مثلا لابنه الشاب لحتى يعني يعطي دفع اكتر الى الامام الا انه انت كنت موقفك متوازي. لا لا هلا هو عفوا هو فاجأني. هو ركان فاجأني. كيف يعني؟ يعني ركان مكير ومكير جيد ممتاز يعني بدون ما أعرف صدفة بتصلوا فيني اتصل فيني شخص منتج بعائلتكم اتصل فيني شخص قال ابنك بيطير العائل منتج قال لي ابنك بيطير العائل. أنا فكرت عم يحاكيني عن المكياج طلع عم يحاكيني عن التمثيل. قال لي تعال شوفه شو عم يشتغل. أنا ما بعرف يعني أنا ما بعرف إنه هو عم يشتغل تمثيل لبعدين فاجأت هو فاجأني.